نادي اي سي سي بالعربي. اهلا وسهلا بكم، معاكم احمد زياد اي سي سي ترينر. النهارده هنتكلم على يونت 2 في كورس التغذيه، وهندرس فيه الاربع حاجات دول زي ما هم واضحين. هندرس الخليه وهنعرف ايه هي الخليه ونفهمها كويس. خلايا الحيوانيه انا بتكلم ليه، طبعا جسم الانسان واحد من ضمن الخلايا الحيوانيه. هنفهم البنيه بتاعتها والوظيفه بتاعه الخليه. بعد كده هناخد ازاي نقدر نفرق ما بين انواع الخلايا في جسم الانسان، لان احنا عندنا خلايا عظميه، خلايا عضليه، خلايا جذعيه، خلايا نخاعيه. هنعرف مع بعض الكلام ده كله، وهنقدر نعرف برضو انظمه الجسم البشري عموما يعني، وطبيعتها ووظيفتها، زي مثلا ايه علاقه الجهاز الدوري ومع الجهاز التنفسي، بيخدموا على بعض ازاي، لان هم عاملين زي فريق متكامل، ما ينفعش كل عضو يشتغل لوحده. بعد كده هنركز اكتر على الدايجستيف سيستم او الجهاز الهضمي، لانه هو من اهم الحاجات اللي المفروض اخصائي التغذيه يكون عارفها. يلا مع بعض نبدا الحلقه يونت 2 في فيتنس نوتريشن. عايزين نعرف ان اي مبنى في الدنيا بيتكون من حجر اساس اللي هي الطوبه. طوبه جنب طوبه نعمل حيطه، حيطه من هنا وحيطه من هنا، هوب بقى مبنى، مبنى جنب مبنى بقى حي سكني. كذلك جسم الانسان خليه، خليه جنب خليه يدينا نسيج اللي هو التيشو، تيشو جنب تيشو يدينا عضو اللي هو الاورجان، عضو جنب عضو يدينا البادي سيستم او جسم الانسان. هو واضح قدامنا في الصورة. ليه بندرس الحاجات دي كلها؟ عشان نكون عارفين كأخصائي تغذية ان اي حاجة باكلها من المغذيات او من الاكل عبارة عن برضو نفس الكلام، كانت خلية نباتية وتم بعديها تكوينها عن طريق اتومز ذرات معينة، وبالتالي لما انا باكلها بتأثر على كل انظمة الجسم. عشان كده عنصر اخصائي التغذيه مهم جدا جدا جدا، ان يكون فاهم ايه الاكل اللي يدخله وامتى يدخله، وايه الاكلات اللي المفروض ما يدخلهاش. زي ما قلنا ان احنا في القسم دوت هنبتدي ندرس في الموضوع دوت، زي ما هو واضح في الجدول قدامنا.